الترجي التونسي بعد غد الأحد في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال الإفريقية. كانت بعثة الأهلي قد حظيت الخميس باستقبال حافل لدى وصولها لتونس، ويحتاج الأهلي للتعادل فقط بأي نتيجة لضمان الصعود للمباراة النهائية، حيث أن لقاء الفريقين في القاهرة قد انتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف واحد. يغيب عن الأهلي في هذا اللقاء المهاجمان محمد طلعت واللايبري فرانسيس بسبب الإصابة، بينما لا يزال موقف محمد فضل معلقا بعد أن تعرض لشد في العضلة الضمة في أحد التدريبات.